السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم. اليوم سعيد أنني نشارك معكم وغديوتنا المتواضعة. بغيت ندير اليوم طاجين وعلى الفحم بالدجاج البلدي. هذه شعلة الفاخر، يعني الفحم رشقات لي هضنا نطيب على الفحم. كل نهار تنطيب لها في هذا، وقل اليوم قلت لنا نبدل الحطة. غادي ندير الطويل ديالنا يسخن، وغادي ان شاء الله نبدا معكم في مرحله بمرحله. شاركوا معايا طريقتي ديال تحضير هذا الطاجين. هذا بالبصله والزبيب، غادي نديرو بالبصله والزبيب. هنايا هو عندي الدجاج هنايا مقطع، قطعته. هذا الدجاج البلدي. غادي نتبلو معكم. اول حاجه غادي ندق بعدا القزبر والثومه، يعني طريقه بسيطه وتقليديه في نفس الوقت. القزبر والمعدنوس، غادي ندير الثومه. هنا درت واحد ثلاثه الفصوص ديال الثوم. غادي ندقهم مع التوابل باش يدخل كلشي في هاد الدجاج. غادي ندير الفلفل الاسود، غادي ندير الملح طبعا. المهم الملح الانسان يتحكم في لحساب الذوق. غادي ندير الخرقوم، كركم، غادي ندير زنجبيل، لو شامبيون ديال الدجاج. الدجاج دائما يبغي سميتو الكركم، ما نسيت حتى حاجه. غادي نضق دابا هاد القزبر والثومه، نتمنى انه يكون يظهر. عرفتي واحد ديك هاد النسمه ديال الرائحه ديال الفحم تعجبني انا في الطاجين. ندقوه مزيان مع الثومه. طويجن ساهل ماهل، يكفي كده. غادي نتبل معكم هاد. هنا راني وجدت هنايا البصل، غادي ندير قبل ما ندير القزبر هنايا، غادي ندير واحد المكون. صدقوني ما ترددوش انكم تجربوه، ديروه ب فين واحد المعلقه صغيره هي لا موطارد، واحد المعلقه ديال الموطارد تيعطي لهذا الدجاج واحد البنه. وغادي نضيف واحد تقريبا واحد نص معلقه ديال الهريسه الشطه، نقولوا لها الشطه. شنو اخر؟ صافي غادي ندير القزبر دابا والثومه اللي انا دقيت. هاد راه فيه هاد الدجاج، فيه هانتوما شوفوا البيض بقيت فيها البيض. وغادي نتبل هاد الدجاج، نحاول ندخل. غادي ندير فلحات، نسيت ما درت الفلحات قبل ما ندير فلحات هكا في الخاض باش يدخلوا ليك التوابل. ومن الاحسن نتبلوهم ليله قبل، ولا واحد ساعتين قبل ولا ساعه قبل، باش هاد التوابل كلهم يدخلوا للدجاج. صافي وغادي نتبل، ندخل هاد في هاد الفلحات
وبين هاد الجلده واللحمه ندخلوا هاد العطريه هادي التوابل اللي احنا درنا وفي هاد الفلاحات هادو. المهم ندخلوا التوابل في هاد الدجاج كله وغادي نخليها نخليه اباخ. غادي نغطيه نخليها هنا حدايا وغادي نمسح يدي. الطاجين هو بدا يسخن غادي نجيب بابي كويزين هو غير حدايا غير نسيت ما قربتوش حدايا. هنا غادي ندير زيت العود زيت الزيتون واحد الكمية. المهم على حساب كل واحد وعلى حساب يعني الذوق وعلى حساب الكمية ديال الدجاج اللي حنا عندنا. وغادي نضيف نصف ديال هاد البصل هاد البصل عندي بصل بيض ابيض والنصف الاخر غادي نخليه نحتفظ به غادي نديرو من فوق ديال الدجاج. دونك غادي نحط الدجاج اللي انا تبلت امي هي كاسه حدايا امي شوفوا راه بالبيض ديالها سبحان الله العظيم. ارتأيت انني نقطع وهاد العطريه اللي بقات التوابيت هادي ندخلها هنا في هاد الفليحات اللي انا درت وها هادشي اللي بقى لي في هاد السوبيرا غادي نضيف عليه هاد البصل حتى الاخير ندخل هاد العطريه هنا هاد التوابل كلها ندخلها في هاد البصل نحطها هنا. شنو غادي ندير غادي ندير واحد العود عويده القرفه البصله والزبيب تيتواتاو كثير مع القرفه. غادي نشد بطل هذا الزبيب هنا راني رطبته هنايا صفي له الماء حتى هو غادي نضيفه هنا مع البصله حتى حاجه ما تطيح حتى هاد الميه ديال اللي فاش رطبت الزبيب ما نضيعوش. وغادي نزوق بالبرقوق يابس وغادي نضيف صافي هادشي اللي خاصني وغادي نخلط غادي نزيد شويه ديال التوابل في هذا سمعتوا الحمام هادي الحمام نزيد واحد شويه ديال التوابل في هذا البصل باش يجينا بنين البزار الفلفل الاسود وزنجبيل وغادي نضيف واحد شويه د حراس المعلقه ديال القرفه من طحونه فوقا وشويش القرخ خرقوم اش كنتي تسوق معايا اوبس خرقوم بغيت نقول خرقوم قلت قرقوم قوم مو تضحك عليا ياك صافي. وغادي نضيف واحد هاد شويه اللي بقى لي ديال لا موطارد غادي ندير فوق هنا نضيفو هنايا وغادي نضيف شويه ديال الشطه
اي واحد شويه اللي تيبغي الحر يدير الحر، ماشي مشكل. صدقوني تيجي طويجن روعه، وغادي تستفو هكا نغطيو به البصل الدجاج. نتمنى انكم تكونوا مستمتعين معايا بهاد الشغله اللي انا ندير، اجواء رائعه. وغادي نشد هاد القصاد البرقوق وغادي نزوق به. دائما البرقوق والزبيب تي نفس الفصيله. تيبغيو القزبر وتيبغيو القرفه صافي. وغادي نختم بهذا المزيود ديال قرن الفلفل. غادي نصلي يدي نديباراسي عليا هذا الشيء، غادي نحتاجها. غادي نديباراسي عليا هذا الشيء نحيد عليا هذا الشيء باش نمرق، راني جايبه المطايف. بعد ما هنايا شدات طويجن شد فيها الغليه، غادي نضيف في الاخير الفوق واحد الخويط ديال زيت الزيتون. وغادي نمرق بالمطايب غليان غير في الجنيب. وغادي نخليه يطيب على خاطر خاطرو. صدقوني واحد الرائحة طالعة منه، يا سلام. وغادي نغطي الطاجين وغادي نصوت شوية بالمنفاخ بالرابوز. واحد الرائحه طالعه، يا سلام، ما شهيت تكون فيها ديال الفحم. صافي غادي نخليوه يطيب على خاطرو. بغيت غير نقرب لكم التصوير. كما قلت لكم بغيت نقرب لكم التصوير هكا يجي الطويجن ديالنا. نتصور النار شعلات، الفحم قبض، غادي نغطي عليه، غادي نخليه يطيب على خاطر خاطرو. هانتوما شوفوا راه بدات الغليه تطلع فيه ديجا. الصراحه واحد الرائحه طالعه ما نقول لكمش عليها. صافي غادي نغطيه. اوبس، غادي نغطيه وغادي نخليه يطيب على خاطرو ونطلقوا ان شاء الله. بسم الله، غادي نشوفوا الطويجن ديالنا. يا سلام، ما شهيتكم فيا متابعي الكرام. ها هو طاب، صار جاهز ما شاء الله. ريحته عطاء ديال القرفه، نسمه القرفه طالعه، يا سلام. ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. في الاخير الشكل النهائي ديال الغديوه ديالنا المتواضعه هكا تجي الطويجن. هانتوما شوفوا كيف معسل. وهذه الخبيزه طبعا، واحد القطيطره تدور بين رجليلي. نتمنى ان الغديوه ديالنا تنال اعجابكم. يلا تلينا تنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.